للدفاع المدني دور متميز في عملية الإنقاذ والإطفاء والحوادث. فرق الدفاع المدني في هذه الأوقات منتشرة على ضفاف نهر دجلة من بداية محافظة نينوى إلى نهاية سد السامراء لمراقبة ارتفاع انسيابية المياه، وإضافة إلى مراقبة الجثث اللي حصلت في العبارة الموت في الموصل. الدفاع المدني واجبه هو عملية إنقاذ في الحوادث اللي تحصل فيها، خاصة في الكوارث في مواسم الفيضانات، وبتوجيه مستمر وساهرون ليلا ونهارا من أجل مراقبة انسيابية المياه واتخاذ الحيطة والحذر وإنقاذ المواطنين وإخلاءهم بصورة صحيحة.